مو المشكلة ما في واحد صاحب قرار واضح، يعني دائما نرفع الصوت عاليا لأنه إحنا على حق، مش طالبين جسر معلق أبدا. هاي الهوى معك واطرح قضاياك، همنا إيصال صوت المواطن للمسؤول. وجلالة الملك أكثر من مرة قال ما في إشي من فوق، لا تقولوا في إشي من فوق، وهذه هي الحقيقة الدولية وستبقى إن شاء الله الحقيقة الدولية. لكن إحنا بنطرح القضايا بكل جرأة، ما عندنا مشكلة مع أي مسؤول، والله ما إحنا خايفين من أي مسؤول. اقعد على الكرسي والطاولة بس اشتغل، قدم إشي للوطن. هذا الإصلاح اللي يجب أن نطالب فيه، الإصلاح عندنا ما أقول إصلاح، سيدنا هو راعي الإصلاح وهو اللي قائد الإصلاح في الوطن. ما عندنا مزح في الحقيقة الدولية، كله على هواء. نأخذ أختنا أم ليث من الزرقاء. صباح الخير يا أم ليث. صباح الخير. يا هلا بيكي. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. صوت حق لكل المظلومين يا رب. يا الله نسال الله ذلك يا اختي العزيزه ام ليث. تفضلي يا ام ليث. انا والله مشكلتي عويصه. خير ان شاء الله. ابني عمره 14 سنه. الله يخلي لك. وانا حكيت شرحت وضعه اكثر من مره على لعند حضرتك. نعم الله الله. اخر مره طلعت فيها اخذته على المستشفى الحكومي عندنا بالزرقاء. نعم. حولوه على البشير، ما رضوا يعالجوا، قال ما بيعالجوا تحت عمر 12. البشير ما بيعالجوا فوق سن ال 18. طب وين اروح بابني انا؟ قال ودوني اياه على الطب النفسي. ودوني اياه على الطب النفسي دمره. الولد بطل يشوف، بطل يمشي، بطل يحكي، بطل ياكل ولا شيء. رجعنا فيه قعدت فيه 6 ايام مستشفى البشير، وقسما بالله بالست ايام ما في دكتور اعصاب شافه. قال انت مكان ابنك مش عندنا، مكان ابنك بالمستشفى الامراض العقليه. طب انا ابني بيفهم كل شيء، ليش تدمروه؟ ليش بدل ما تسعوا لعلاجه تسعوا لدمار هالطفل؟ ولا لانه ابني الله هيك عمل فيه عم تهمله فيه بزياده؟ ابني هلا عايش على المهدئات، وابني في عنده اولويه للعلاج. شو المطلوب يا ام ليث؟ يعني وين نقدر احنا نخدمك؟ انا هلا ابني بمستشفى المدينه بيقدروا يعالجوه، بس تامينه للاعاقات بيلغوا له الراتب اذا لغيته، راتبه 35 دينار والله بيعلم بحالي انا، قدرته بتكلفني 480 دينار، يشهد علي الله، يشهد علي الله، يشهد علي الله، وما الكم علي يمين يا امة محمد، انه ما في بجيبتي غير 10 دنانير مصروف لاخر الشهر لاربع اطفال وعيله وبيت، وانا داخله على كل امة محمد ومين ما بيسمعني اللي بيقدر يساعدني في علاج هالولد لله يعني تعالى يعني يساعدني يعني لله تعالى في علاج ابني. يعني هذا نداء أختنا أم ليث من الزرقاء. إن شاء الله يا أم ليث يعني الخيرونا في الوطن يعني كثر، الخيرونا كثر. على ابني صار شب قدام عيني يا سيد نايف. نعم. قلبي محروق عليه، والله قلبي محروق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا أم ليث، كملي. والله العظيم أنا بشوف الأولاد رايحة جاي على المدرسة، وقسما بالله بحس بتمنى أبيع قطعة من قلبي، أبيع عيني بس أشوف ابني متعافي. ان شاء الله انه ربنا بيعافيه وبيسلمه، وان شاء الله هذا على سيد يعني سيدنا جلالة الملك. ان شاء الله يعني والله ما ضل يعني يعني هذه الام كل الابواب. طيب يا ام ليث، يعني هذه الام المكلومه بنتمنى على الاخوان في الديوان الملكي بس ورقه صغيره هيك، بس الاسم لابو حسينها، ما بدنا منكم شيء انتم. هذه لو وصلت لجلاله الملك انا على يقين تماما انه لن يتاخر ساعه في اصدار تعليماته في العلاج. وما هي إلا دقائق قليلة من مراشدة سيدة أم ليث على برنامج بلدي هذا الصباح، حتى اتصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن مع الحقيقة الدولية، وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني أمر بتأمين صحي لسيدة أم ليث ولأبنائها. أم ليث. نعم. أول إشي العلاج على حساب القوات المسلحة بمكرمة من جلال السيدنا، الله يطول عمر أبو حسين. يا الله خليك معي، لك تأمين ولابنك تأمين، وسيعالج على نفقة القوات المسلحة الأردنية في الخدمات الطبية في مدينة الحسين الطبية. هذا الصرح الطبي الذي عندما نستذكره نستذكر الراحل الكبير الحسين بن طلال بان الأردن الحديث، والمسيرة الهاشمية مستمرة من عبد الله الأول وحتى عبد الله الثاني المعزز أطال الله في عمره. فلذلك دائما الرهان على قواتنا المسلحة، لأنه القوات المسلحة يعرفون في الرياضيات شيء واحد يعرفونه في الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش مساوي ثلاث، ما فيه على طول تلفون قال خلص علاجها موجود. فلذلك لما نراهن على المؤسسة العسكرية نراهن على الرجال الصناديد، ونراهن على أبناء هذا الوطن الحقيقيين،
الذين يعكسون الصورة الطيبة ويعكسون الصورة الحقيقية عن النهج الهاشمي، عن نهج نظامنا. نلتف حول القائد كالعاديات ضبحة. احنا مو من بلاش لما منحب ابو حسين ومنحب العاملين باخلاص مع ابو حسين. هذا مشعل الزبن اليوم، بكره بعد بكره بروح، لكنه يبقى ابن وطن حقيقي. فلذلك بكل فخر وبكل اعتزاز لما خاطبني الان وكلمني رئيس هيئه الاركان بقول له شكرا. ووسام الحقيقه الدوليه لهذا اليوم لقواتنا المسلحه الاردنيه الباسله، الجيش العربي الذين نسال عنهم في اللطرون، ونسال عنهم في 48، ونسال عنهم في الشيخ جراح، ونسال عنهم معركه الكرامه. لم يخوضوا معركه واحده وخسر بها الجيش العربي. فلذلك تحيه للجيش، وانا فخور بقواتنا المسلحه وفخور بكل اجهزتنا الامنيه. نقول سيدي عبد الله شكرا. هذا هو الشاب اللي ذكرنا قضيته اليوم عبر البرنامج اليومي بلدي هذا الصباح، وكانت الاستجابة سريعة كما كنا دائما وأبدا نراهن على المؤسسة العسكرية، ودائما وأبدا يلتجئ المواطن الأردني عندما تدلهم به الخطوب يلتجئ إلى صاحب التاج، يلتجئ إلى جلالة القائد الأعلى لقواتنا المسلحة الأردنية التي نوجه لها الشكر مرة أخرى على الهواء مباشرة، والشكر الموصول أيضا لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن. هذه هي الحالة التي تخلت وتخلى عنها المستشفيات ووزارة الصحة التي لها الدور الكبير والدور الأساسي. قواتنا المسلحة معروف ما هي أدوارها، لكن قواتنا المسلحة دائما وأبدا تنفتح على المواطنين وتتواصل مع المواطنين في القضايا التي تعتقد أنها قضايا عادلة وتعتقد أنها قضايا يجب أن تنحاز لها. فلذلك دائما الجيش ينحاز للوطن، الجيش ينحاز إلى المواطنين في وطننا الحبيب. أنا شخصيا كمقدم لهذا البرنامج الذي يبث عبر قناة الحقيقة الدولية لم أتفاجأ بهذا الموقف، لأنه مواقف عديدة ومواقف كثيرة سجلت لقواتنا المسلحة، وسجلت لقائد الجيش رئيس هيئة الأركان المشتركة، وسجلت أيضا للقائد الأعلى لقواتنا المسلحة. إذن المكارم الهاشمية مستمرة، التواصل مع أبناء الشعب أيضا مستمر، وهذه هي الحالة التي تحدثنا عنها اليوم. فيعني غمرتني السعادة، لكن دون استغراب. أنا لم أستغرب هذا الموقف، ولم أستغرب هذا الموقف من قواتنا المسلحة الأردنية. موقف دائما وأبدا يسجل بمداد من الفخر وبمداد من الاعتزاز لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة التي نعتز بها أيما اعتزاز. هذا هو الأردن، دائما وأبدا نحن أسرة واحدة، دائما وأبدا المسؤولون الخيرون في هذا الوطن ينحازون إلى القضايا العادلة، وينحازون إلى يعني مطالب الناس العادلة ومطالب الناس التي نشعر أنها منطقية. فكما ذكرت في بداية التقرير، أنا شخصيا لم أستغرب هذا الموقف من قواتنا المسلحة الباسلة، ولم أستغرب أيضا من متابعة جلالة الملك لما يطرح من قضايا للناس ومن هموم الناس. الحريص دائما وأبدا جلالة الملك على أن يكون القريب من الناس، وأن دائما ينحاز إلى أبناء هذا الوطن. فلذلك عندما تدلهم الخطوب بأي مواطن، أو يشعر مواطن أن هناك غبنا وقع عليه أو ظلما وقع عليه، فإنه يلتجئ دائما وأبدا إلى جلالة الملك. وأنا قلت أن القوات المسلحة دائما تنحاز لأبناء الوطن، وتنحاز لقضايا الوطن، وتنحاز لكل الخيرين في هذا الوطن الحبيب. إذن الأخت العزيزة أم ليث عندما طرحت القضية مع برنامج بلدي هذا الصباح، جاء الرد سريعا. أختي أم ليث الله يعطيك العافية. في قلبك.
شو بتقولي يا أم ليث بعد ما يعني طرحتي قضيتك على البرنامج الصبح؟ أنا بقول الله يديم جلالة سيدنا ويديم فضله علينا جميعا، والله إنه أب وأخ وراعي لهالأمة كلها، والله يديمه ويديم عافيته عليه، وبشكره من كل قلبي لأنه أنا إلي 14 سنة بسعى بعلاج هالولد. طيب يعني ما عنده تأمين يا أم ليث كان الشاب هذا؟ نعم. يا ريت الإخوان أخي إياد يعني يعني بس الشاب يعني تقعدوا. يعني سبق أنه أنت يعني إعاقات للتنمية الاجتماعية، أنا عالجته بالمدينة وعالجته بالجامعة وعالجته بالبشير وبالمستشفى الزرقاء الحكومي، ما في مهدئات ديجريتول وأرسبريدان. طب اعملوا له فحوصات كاملة، بركي لعل ولا عسى هالولد تعالج، اعملوا له فحوصات شاملة، بركي بزراعة أعصاب بزبط وضعه ابني. ليش الإهمال في حق طفل مريض؟ ليش الدكاترة يهملوا؟ لولا رعاية جلالة سيدنا أنا ما بعرف شو كان صار في ابني. أنا وضعه كل ماله بسوء أسوأ بأسوأ، على المهدئات قاعدة، يعني لولا المهدئات كان يضربني، ينزل دمي بالشوارع، وأكثر من مرة دوريات شرطة قامتوا عني. إذا يعني هذه هي الحالة، حالة ابنة وابن هذا الوطن ليث، يعني حالة يعني سمعنا هذه الصرخة، صرخة الأم، دموع الأم. من الذي مسح دموع هذه الأم؟ مسحها القائد الأعلى لقواتنا المسلحة جلالة الملك. المشكلة ما في واحد صاحب قرار واضح، يعني دائما نرفع الصوت عاليا لأنه إحنا على حق، مش طالبين جسر معلق أبدا. هاي الهوى معك واطرح قضاياك، همنا إيصال صوت المواطن للمسؤول. وجلالة الملك أكثر من مرة قال ما في إشي من فوق، لا تقولوا في إشي من فوق، وهذه هي الحقيقة الدولية وستبقى إن شاء الله الحقيقة الدولية. لكن إحنا بنطرح القضايا بكل جرأة، ما عندنا مشكلة مع أي مسؤول، والله ما إحنا خايفين من أي مسؤول. اقعد على الكرسي والطاولة بس اشتغل، قدم إشي للوطن. هذا الإصلاح اللي يجب أن نطالب فيه الإصلاح، عندنا ما أقول إصلاح سيدنا هو راعي الإصلاح وهو اللي قائد الإصلاح في الوطن، ما عندنا مزح في الحقيقة الدولية، كله على هواه.